أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة زاكية. حضورنا الأكارم جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال راية الحسين عليه السلام تخفق في قلوب العاشقين، رافضة للطغيان، لتشعل الثورة بيد القائد الصنديد الذي هز الكون ببطولاته المشهودة. كيف لا ووالده علي بن أبي طالب عليه السلام فارس الهيجاء، إنه أبو الفضل العباس عليه السلام الذي حمل اللواء بشماله وفي يمينه بتار قاطع قصف رقاب الأعداء، وقد سجل التاريخ في ثناياه نماذج من قصص البطولة النادرة لأولئك الأبطال الذين حملوا رايات انتماءاتهم محافظين عليها بالرغم من كل الأخطار التي تحدق بهم، يدافعون عنها بكل ضراوة ويبذلون دونها الأرواح لتظل الراية خفاقة ويبقى اللواء مرفوعا. لذلك كانت أنظار المقاتلين إلى صاحب الراية، لأن سقوطه يعني سقوطها، فإذا وقع أصابهم الذعر وغشيتهم رهبة الهزيمة. ولقد كانت للعرب قبل الإسلام رايات مختلفة ترفع وقت الحرب لينضم المقاتلون تحتها ويتجمعون حولها، فهي شارة القيادة ورمز الجيش. وعرف أيضا بأن اللواء لا يعطى إلا لمن هو معروف بالشجاعة والشهامة والنبل والشرف. ولقد جاء في تعليمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيما يخص آداب الحرب بأن لا تجعلوا رايات الحرب إلا بأيدي شجعانكم الصابرين على نزول الحق، فإنهم يحفظونها دون أن تمس، بل تبقى خفاقة في أرض المعركة. فما كان للإمام الحسين عليه السلام أن يخرج عن تعاليم أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك اختار أبا الفضل العباس عليه السلام ليكون حامل لوائه في واقعة الطف الخالدة، فكان كفءاً لهذه المهمة وأعطى الدروس في الوفاء للإنسانية جمعاء. من ذلك تتعلم الأجيال أن تتخذ من راية أبي الفضل العباس عليه السلام درساً في الوفاء والصبر والمحافظة على الواجب المقدس. اليوم وفي هذا المكان تقيم العتبة العباسية المقدسة هذا المهرجان، ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ السامية ونقلها إلى الأجيال تقوم بمراسيم خاصة تسبق زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وهي ترفع أكبر راية تعلو فوق موكب أبي الفضل العباس عليه السلام على طريق كربلاء النجف، لتكون إشارة للزائرين القاصدين إلى مدينة كربلاء المقدسة واستقباله. خير الكلام كلام لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا قارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ علي الساعدي، فليتفضل مشكورا ومكللا بالصلاة على محمد وآل محمد.
الحضور الكريم المبارك خدمة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الأعمال وأطيب الأقوال ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنت وطيب الله أنفاسك. وفر الشكر وبالغ الامتنان لقارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ علي الساعدي على هذه التلاوة. إلى الأباة الذين دافعوا عن هذا الوطن
الذين اختلطت دماؤهم بتراب ذرات العراق، لشهدائنا الأكارم من القوات الأمنية وحشدنا الشعبي الذين لهم الحق في رقابنا، لولاهم لما كنا جالسين نقيم هذه المراسيم. إلى أرواحهم نهديهم سورة الفاتحة المباركة وقوفا. شكرا جزيلا لكم، تفضلوا. حياكم الله ضيوفنا الأكارم في ضيافة موكب أبي الفضل العباس عليه السلام. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الكلمة الآن للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، يتفضل بإلقائها السيد عدنان جلوخان الموسوي، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أيها الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم وأجورنا بشهري الحزن محرم وصفر. نسأل الله تعالى أن نكون من المواسين لسيدتنا فاطمة الزهراء والباكين على مصابها، مصاب أولادها، والفائزين بشفاعتها بحقهم عند الله وببركة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد. أبدأ حديثي القصير المتواضع بالآية القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وها نحن أمام شعيرة تتجدد كل عام، وهي رفع راية الإمام الحسين التي نقش عليها اسم حامل اللواء أبي الفضل العباس، حتى يهتدي بها الزائرون الكرام القادمون إلى المعشوق، فيدخلوا في هذا المضيف المبارك ويتبركوا بزاده وينفضوا غبار السفر ويغتسلوا بمائه، ليجددوا المسيرة في طريق العشق، في طريق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليجددوا العهد له بأنهم سائرون على نهجه القويم الذي رسمه يوم عاشوراء، الذي هو أقصر الطرق إلى الجنة إن شاء الله. وكذلك حديث مولاتنا وسيدتنا عقيلة بني هاشم زينب الكبرى، حينما تقول للإمام زين العابدين: يا ابن أخي، سينصب هنا لنا علم، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه، فلا يزداد إلا علوا. وها نحن أمام نبوءة السيدة زينب، حينما يبقى هذا العلم مرفوعا إلى يوم القيامة، إلى ظهور مولانا وسيدنا قائم آل محمد، ليثأر لأجداده الطيبين الطاهرين ممن ظلمهم وغصب حقوقهم. لا أريد أن أطيل أيها الأحبة، فقط أحببت في هذه الكلمة أن أروي هذه الرواية، وأسألكم الدعاء حتى نرى عظمة أبي الفضل العباس، وحتى أن أعداءه قد شهدوا بعظمته وبفضله وبأخوته. حينما وضعت الرؤوس الشريفة
في مجلس يزيد وفي مقدمتها رأس المولى أبي عبد الله، أخذ يزيد اللعين يتخطى هذه الرؤوس ويسأل: رأس من هذا؟ فيجيب: رأس من هذا؟ فيجيب: رأس من هذا؟ فيجيبون، إلى أن جلب نظره رأس المولى أبي الفضل العباس حينما رأى رأسا متميزا في عينه سهم نابت مكسور وهو مفضوخ الهامة. سئل: من هذا؟ قال: هو رأس أبي الفضل العباس. قال: ما كان شأنه؟ قالوا: كان حامل لواء الحسين. قال: أين هذا اللواء؟ قالوا: يا أمير الفاسقين، إنه مع الغنائم. قالوا: ائتوني به. فجاء اثنان من الجنود يحملان الراية وهما يتمايلان يمينا وشمالا، وكانت راية ممزقة، هذه راية أمير المؤمنين الذي حملها وغزا بها 82 غزوة. وكما تفضل الأخ عريف الحفل أن الراية لا تعطى إلا للفارس الشجاع، لأن وقوع الراية سقوطها يعني انكسار الجيش، وقد أشاد بذلك وشهد أبو عبد الله حينما أراد أبو الفضل الخروج، ماذا قال له؟ قال: أخي، أنت صاحب لوائي ورئيس عسكري، فإذا ذهبت يؤول جمعنا إلى الشتات. فجاء وهما يتمايلان يمينا وشمالا، وكانت الراية ممزقة، وبنت آثار السهام وضربات السيوف على سارية الراية إلا مكان مقبض أبي الفضل العباس، هذا المكان الوحيد الذي سلم من ضربات السيوف وعطعنات الرماح ورمي السهام. فقام يزيد وجلس 3 مرات وهو يقول: أبيت اللعن يا عباس، أبيت اللعن يا عباس، أبيت اللعن يا عباس. قال: هكذا الوفاء. وإذا ببكاء يصدر من جهة السبايا، سألوا: من الباكي؟ قيل أنها زينب بنت علي، حينما سمعت هذا الثناء على راية أبي الفضل بكت. ذهب الإمام زين العابدين: عم، ما تريدين؟ قالت: أريد لواء أخي أبي الفضل العباس. فقال يزيد: خذوا لها اللواء نرى ما تصنع. أخذت اللواء، أخذت تشم مكان مقبض أبي الفضل وتقبله. فنحن من هذا الموضع نقول: مولاتنا زينب، نعاهدك نحن جميعا الجالسون أن تبقى هذه الراية مرفوعة إن شاء الله. وهذه الراية هي رمز، أن نعكس رفع الراية على سلوكنا وعلى أعمالنا، بأن نسير على نهج أبي عبد الله وعلى طريقه ونطبق أخلاقه. ثم قال يزيد: ما كان من شأن هؤلاء؟ قال يزيد: إنها شربة ماء. شوف التملق. وقال خولي: إنها لقمة طعام. وقال الآخر مقالة أنهم ما كان إلا قتال ساعة وأبدناهم. هناك فارس كان يهز رأسه، التفت إليه يزيد اللعين، يعني ما راضي بهذا الكلام. قال: تكلم. يقول: فلم يجب. قال: أمرك أن تتكلم لهذا الفارس اللي يهز رأسه. قال: يا أمير، ألي الأمان؟ قال: لك الأمان. قال: يا أمير الفاسقين، نعت الله على يزيد، حينما هجم هؤلاء علينا مرغوا الأرض بدمائنا. وكان ينظر إلى رأس أبي الفضل، وحينما هجم علينا صاحب هذا الرأس فررنا كالجراد المنتشر بين هارب وبين مقتول. يقولون شربة ماء أو لقمة طعام، والله لم يبق لنا باقي لولا أن قطعت كفاه
وضرب على رأسه لم يبق لنا باقية. لذلك سيدي يا أبا الفضل عباس، نحن في هذا اليوم في كل عام نرفع الراية في مضيفك في موكبك، ونعاهدك يا سيدي أن نسير على نهجك. إذا فعلا نحن خدام فالخادم يسير على خط مخدومه وعلى أخلاق مخدومه، فنعاهدك أن نكون خدما بارين بزائري أخيك الإمام الحسين وبزائريك يا أبا الفضل، وأن نجدد العهد لك كل عام أن نسير على الطريق الصحيح الذي رسمه الله والدستور الذي جاء به نبينا محمد، وأن نحيي هذا المشروع الإلهي الذي قام به وأداره المولى أبو عبد الله الحسين يوم كربلاء، وسطر أروع الدروس في الأخلاق وفي العقيدة وفي الشرف. فواقعا مدرسة عاشوراء هي مدرسة عظيمة، سطرت فيها تلك الدروس التي يستفيد منها المؤمن في منهجة وبرمجة حياته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفر الشكر وبالغ الامتنان للسيد عدنان جلوخان الموسوي على هذه الكلمة. قمر العشيرة من صباحة وجهه أبهى من البدر المنير وأوسم، ذو طلة وضاءة قدسية علوية قسماتها لا تسأم، طلق المحيا مشرق يفتر عن در نضيد حينما يتبسم، يهب الربيع نضارة بروائه ويداه كالغيث الهتون وأكرم، وهو ابن باب مدينة العلم الذي في شأنه نزل الكتاب المحكم، أما شجاعته فحدث دون ما حرج ففيها يعجز المتكلم، أتقول فيه سميدع وغضنفر لملا ووالده الهزبر الضيغم، والشبل مثل أبيه في أخلاقه فهو الهمام الأروع المتقدم. مشاركة شعرية لشاعر العتبة العباسية المقدسة الحاج الشاعر علي الصفار الكربلائي بقصيدة تؤرخ هذه الراية المباركة لهذه السنة. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا بدرا به تزهو السماء وتزهر حين يطلع كربلاء، أبا الفضل أيا بدرا به تزهو السماء وتزهر حين يطلع كربلاء، ويا سيف الحسين بكل ساح به تجدو الملاحم والبلاء، ويا حامي الخدور خدور فخر، ويا كفا به فاض العطاء، ويا عينا سقت كل العطاشا فلا عان هناك ولا ظماء، ويا جودا رمى موجا بهجر فذل بكفه نهر وماء، ويا من أنت لولا أنت كنا شتاتا ليس يجمعنا لواء، ويا من أنت
لولا أنت كنا شتاتا ليس يجمعنا لواء. أيا عباس يا مرد المنايا ويا سيفا به حكم القضاء. بدا صفر وفيه قدوم ركب تسيره العزيمة والإباء، وشوق للأحبة ليس يخبو تؤججه المصارع والدماء. بدا صفر وذي الحوراء هلت يحف بها اليتامى والنساء، ويرشدها إلى الصبط المفدى عليل هده جرح وداء. لذا خدامكم هبوا سراعا إلى درب به يسر الوفاء. لذا خدامكم هبوا سراعا إلى درب به يسر الوفاء، وشادوا عنده صرحا منيفا مضيفا فيه ينبجس العطاء. ليخدم من سيأتي نحو طف به من نحر صبط هدى سناء. أيا عباس يا بدر المعالي ويا فاد يحف به الولاء، ويا طود الطفوف ويا علاها سيرفع باسمكم دوما اللواء. أيا عباس يا بدر المعالي ويا فاد يحف به الولاء، ويا طود الطفوف ويا علاها سيرفع باسمكم دوما لواء. يراه القاصدون ديار سبط وتفخر حين ينشر كربلاء. ففي أقصى المدى أرخت عزا بأفق مضيفكم يعلو اللواء. ففي أقصى المدى أرخت عزا بأفق مضيفكم يعلو اللواء. 1446 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفر الشكر وبالغ الامتنان لشاعر العتبة العباسية المقدسة الحاج الشاعر علي الصفار الكربلائي على هذه القصيدة، وأدعو إلى المنصة الرادود محمد أمير التميمي فليتفضل مشفوعا بالصلوات على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سيدي يا أبا عبد الله الحسين، جئنا اليوم لرفع راية الحزن وتجديد العزاء، ونكون في خدمة القادمين والقاصدين من كل حدب وصوب، نساء رجال شياب شباب من كل بقاع العالم، وهم ينادون بذلك القلب المكسور وهذه الأصوات المحبة. يا حسين يا حسين يا حسين يا
يلا اخلع وقارك وكل احنا نصيح بصوت واحد يا حسين. صيح وياي يا حسين. لهفي لزينب إذ نادته صارخة أخي إن كنت حيا أدرك الخدرة. وأقبلت بين قتلاها وإذ وصلت نادت على صدره لما رأت شمرا الله يا شمر هذا نحر فاطمة وطالما قبل المختار ذا النحر لا تفر أوداجه رفقا بأحمد إذ بفري هذه أوداجه تفرى في مثل هذه الأيام. اتصوروا وياي ها موكب مولانا زين العابدين عليه السلام مع عماته السبايا عليهم السلام ينتقل من منزل إلى منزل والحادي يسير بهم من خرابة إلى خرابة وكل قرية تبشر الأخرى بهذا الفتح المشؤوم. اقل لو لسان حال العقيل يصيح يا خوي امشي أنا بدروب العسيرة وديرة قامة تبشر بديرة. صاير أخت عباس جابوها يسيرة وأنا المن بعد وجهي أديرة اي ولا اخوان يم ولا يا 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 عشير. اقول نستذكر بحرارة هذه الشمس في تلك الظهيرة الحرارة التي احرقت وجه الحسين عليه السلام ذلك الوجه الذي طالما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله ويقول حسين مني وأنا من حسين. تكويه الشمس الحسين يستاهل الدمعة. ساعد الله قلب أخته زينب وهي تراه على تلك الحالة. قل لويلي أخي شلون نومه وحر الشمس غير رسومه وفوق الذبيح سلبه وهدومه انا لكن اقول تخف الاحزان ما مات ما مات مثل حسين عطشان او لا لعبت عليه الخيل ميدان ولا ظل ثلاثة ايام عريان ولا لنسبت للشام نسوان. ساعد الله قلبك يا زينب. قل له بهدايا شمس الظهيرة مني انا اجيب الفي وديرة المن لحسين والبدر العشيرة حر الشمس يحرق بالمتون والرمل تارس ذيك العيون نصيحا عليكم ما تقعدون ظل على حسين بشمس ما حد يسوي ظل على حسين وما مش ثوب الطاف ظل على حسين الخيل وياها جابت ظل على حسين بحوافرها وصل خيمة رقي. الله أكبر. ظلت الخيل عن الشمس بالطف
ظلت الخيل على جثته وعن دربها، ظلت الخيل فوق حسين تركض، ظلت الخيل ونثرت نثير ضلوع على الوطي. بهذه الأبيات نختمها، وإن شاء الله هذه الدموع في ميزان حسناتكم. يصيحون زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها، يسبوا الزكية وشتموا أبوها. يعز على الغيور هذه الكلمات، ها ولو بكيت بالصوت ضربوها. الونة الأخيرة، ها ولو بكيت بالصوت اضربوها، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت على مصاب الحسين عليه السلام، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. أعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بسيد الشهداء عليه السلام. أعظم أحسنت وطيب الله أنفاسك. وافر الشكر والامتنان للرادود محمد أمير التميمي. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيه، ولقد بكت السماوات والسماوات السبع والأرضون لقتله. يستمر الإمام بقوله إلى أن يقول: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. لا زالت الدمعة موجودة، وأدعو إلى المنصة خادمة السيدة الزهراء السيد عدنان جلوخان الموسوي ليشنف أسماعنا ببعض أبيات ينعى بها جده الإمام الحسين. حيه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أقرأ هذه الأبيات، رواية عجيبة واقعا تنم عن شجاعة أبي الفضل العباس، وهي في ليلة العاشر من المحرم، كان شمر اللعين وعمر بن سعد يتمشيان بين الصفين. ابن سعد فرحان يقول للشمر لعنة الله عليهما: لقد جمعنا هذه الجموع لقتل الحسين، ولو شئنا لسحقناهم بحوافر خيولنا، يعني نسير فوقهم نسحقهم. قال له الشمر: بئس الرأي ما رأيت، والله إن فيهم رجلاً لا يكون هذا الجيش إلا نقطة في بحره. قال: ويلك، من هو؟ قال: هو أبو الفضل العباس. قال: ما نصنع؟ قال: هات له الأمان. جاءوا له بالأمان، جاء الشمر يصيح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ أبو الفضل جالس عند الحسين، مستحي هذا ينادي باسمه. قال له الإمام: أخي، أجبه ولو كان فاسقا. قام أبو الفضل وخلفه وإخوته: ما تريد يا شمر؟ قال أبو الفضل: أنتم آمنون، أنت وإخوتك آمنون، وهذا أمان من ابن زياد، وأنت أمير الجيش. كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين ومضى شهيدا.
قال له أبو الفضل: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتريدنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ أنا أدعوك أن تأتي مع الحسين، أدعوك إلى الجنة وتدعوني إلى النار. فرجع أبو الفضل مع إخوته، ورجع شمر اللعين خاسئا ذليلا حسيرا. تلقت السيدة زينب تسمع الكلام، استوقفت أبا الفضل العباس، قالت له: أخي أريد أن أتحدث معك بحديث. قال لها: أخي الحديث معك جميل، تكلمي سيدتي. قالت: حينما حضرت أمنا فاطمة الوفاء، قال أبي لعقيل: اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، تلي لي غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين. تمطى أبو الفضل حتى قطع الركاب، قال: أخي زينب، لأنعمنك عينا. هل أنتم آمنون مولاتي زينب؟ لكن بكرة إذا قطعوا كفي ضربوني بالعمود على رأسي لا تعتبين علي. يجي هذا الشاعر يصور هذا المعنى، يقول: حي أبو فاضل ولينا، حامل الراية بيمينة، قالها زينب لا يهمك بهذا سيفي لجل همك، والله ما حد يصل يمك وسيف عباس بيمينة. تقل عرفك طيبة ذاتك، ريت بعد اختك حياتك، خويا ابو فاضل هلا تنهلا بخواتك، هلا تنهلا بخواتك، من الوطن بحماك جينا. قالها زينب: تنخيني وانا هالسيف بيميني، والله لحمي كان بعيني، والله لحمي كان بعيني، وانا بن حام الضعينة. للحراير امنيهن، روحي ليهن سكتين، وحق ابويا اللي يصليهن اخذ اللي بيه عينه. امنت ذيك الحراير وبقت مسرور الخواطر، والعدا باتت تحاذر منه ما هي امينه. حي ابو فاضل وزاد دون اخوها بذل وجوده، من قطع وزنوده يا الراية طاحت يا مجبينة. جاءته 4000 نبلة، سهم أصاب عينه، سهم أصاب صدره، سهم أصاب القربة، فأريق ماؤها. عندها ظل أبو الفضل متحيرا، لا ماء ليوصله، لا يدين يقاتل بهما، بينما هو كذلك وإذا بالعمود على رأسه، فلقى هامته وقع إلى الأرض. نادى: عليك مني السلام أبا عبد الله، مأيس وقاف عاف العمر من ساسه، رايد ممات ولا غدر نوماسه، فضخه وبعمود الضغاين راسه. طاحوا نده سيد شباب الجنه، لما راى امامنا الرايه قد سقطت، جاء مسرعا، فر الاعداء من بين يديه وهو يضرب فيهم ويقول: إلى أين تفرون وقد فتتم عضدي، إلى أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي. انجلت الغبرة، وإذا بإمامنا واقف عند أبي الفضل، يراه مقطوع اليمين واليسار،
والسهم نابت في عينه نادى الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي وعداي وعداي أنا صابر لهذا الصار وعداي وعداي عزمي بيك كنت احتزم وعداي سور انهدم ظهر انكسر وعداي اخويا تشمتت هاليوم بي نعم فاضت روح ابي الفضل قام امامنا منحني الظهر يكفكف دموعه بكمه ينادي ألا من مغيث يغيثنا ألا من ناصر ينصرنا سيدي هؤلاء خدامك هؤلاء شيعتك مستعدون للتضحية في سبيل الله وتحت راية ولدك الإمام المهدي يجددون العهد أويلي نهض محن الظهر للخيم سدر آه يا خوه يا مودع الله وتظل بالبار اجت سكنة تصيح الله وكبار تقل يا ابويا وحدك وعباس شاوين يقلها يا سكنة راح عمك يا ابويا اش ينفع عتابك وونك بعد عمك يا ابويا مو اش يمك قضم طبر يا سكنة لا يا تعتبين رواية تقول أنه ذهب إلى خيمة أبي الفضل أسقط عمود الخيمة يعني صاحب هذه الخيمة قد قتل حينما نظرت إلي زينب صاحت وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك آه يقلها يا زينب راح عباس راح الضيغم اللي يرفع الرأس عباس يا حاج الضعينة والحرم عباس يا حامل ضعينة والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخيم صرخت ونادت يوم قد سقط العلم سيد العتب مو عليك العتب على قطع الشفوف ها صرخت ونادت يوم قد سقط العلم اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعزم نامها أريد أختم هذه الأبيات ببكاء فاطمة لأن العباس عزيز فاطمة وجفوفة عزيزة على قلب فاطمة وقلوب أهل البيت تقول وين 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 اليواسين يا شيعة على حسين وولادة أو رضيعة وابن والدة عين الطليعة أبو فاضل وجفوفة قطيعة يا مطروح نايم عالشريعة أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا صلوا على محمد وآل محمد أحسنت وطيب الله لك الأنفاس ورحم الله تلك الدموع التي جرت على مصاب أبي عبد الله سلام الله عليه نعم أيها الأحبة وصلنا وإياكم لرفع هذه الراية المباركة
ومن بعد إذن المسؤولين في العتبة العباسية المقدسة خدام المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، لكم الإذن برفع هذه الراية. وأدعو المهندس عباس موسى أحمد نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، يرافقه الدكتور السيد أفضل الشامي مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة لرفع هذه الراية. حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم أيها الأحبة، وصلنا وإياكم لختام هذا المهرجان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في خدمة زائري الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام في كل سنة وكل عام ما أبقانا الله أحياء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.